نفى اللواء أحمد المسماري متحدث باسم قائد الجيش الليبي دخول المشير خليفة حفتر في مفاوضات على أي منصب، وقال المسماري في بيان له إن القوات المسلحة الليبية ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة لتحرير كل الأراضي الليبية وإعادة الأمن إلى المواطنين حتى يمارسون حقوقهم الديمقراطية والدستورية في بيئة آمنة، مؤكدا أن ما يقوم به ضباط وجنود الجيش أسمى من أي منصب.